عسى رابح البراك يطلع على الجدان في دلذي نيرانهم على الكرم حي وجده بلخميلي إله بالكرم نيشان أبو مرحبا وهلين يا طيب حسب الطلب. هلا يا سمي العود والعود العنوان بدرب الوفا والطيب والطيب ماريا تزايد ترى نور البلد فيك ياك حلال حفيدة الكريم اللي نوم اسمع عليا. هلا يا أحمد البراك مبروك ياك حلال عسلام من مبارك ونوم اسكطارية عسى رابح البراك يطلع على الجدان حفيدة الذي نيرانهم عالكرم حيا وجداه ابن خميلي له بالكرم نشان أبو مرحبا وهلين يا طيب النية كريم السجايا من ترى ماضي الاسماء كرم وافي ما هي دعايا تجارية وجده ابن براك شيخ من الشيخات استرى الهنوف ولن خلق البشر زيه واليمن وقف وقفة جبل وعمانه اللي بالمراجل لهم مشكل احزام اليام نبدا ساعة الهيا خوال ذكرهم رجح الميزان شجاعة ومباديهم على طيب مبنية وبختم قواف الشعر يا الله يا رحمن عسى الله يهنيكم ويصلح لها النية. هلا يا سمي العود والعود العنوان بدرب الوفا والطيب ماريا تزايد ترى نور البلد فيك ياك حلال حفيدة الكريم اللي نوم اسمع عليا. هلا يا أحمد البراك مبروك ياك حلال عسلام من مبارك ونوم اسكطارية عسى رابح البراك يطلع على الجدان حفيدة الذي نيرانهم عالكرم حيا وجداه ابن خميلي له بالكرم نشان أبو مرحبا وهلين يا طيب النية كريم السجايا من ترى ماضي الاسماء كرم وافي ما هي دعايا تجارية وجده ابن براك شيخ من الشيخة استرى الهنوف ولن خلق البشر زيه واليمن وقف وقفة جبل ما بها نقصى له سيرة عطرة على الطيب مبنية وعمانة اللي بالمراجل لهم مسكة احزام اليام نبدا ساعة الهيا خوال خوال ذكرهم رجح الميزان شجاعة ومباديهم على الطيب مبنية وبختم قواف الشعر يا الله يا رحمن عسى الله يهنيكم ويصلح لها النية. همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات.